استاذ عادل، انت حاليا في مجموعه في منتهى الصعوبه، معاك الاهلي الاسم الكبير في القاره الافريقيه، معاك سان داونز متمرس في البطولات في الفترات الاخيره، ومعاك الغريم التقليدي ليك في السودان فريق الهلال. استعديته ازاي كتشكيله فريق، كدعم للفريق، انك تقدر تنافس في هذه المجموعه؟ طيب، كما ذكرت لك في السؤال الاول ان احنا لنا فتره طويله في اعداد، والان برضو الكوتش يعني شرح لك انه الفاسيلتي الموجوده في المعسكر. احنا عارفين انه المجموعه دي من اقوى المجموعات تقريبا، صحيح، لانه فيها بطل النسخه السابقه ونادي القرن النادي الاهلي، وفيها برضو نادي سان داونز برضو احد الابطال للنسخ السابقه، وفيها الغريم التقليدي زي ما قلت، فدي منافسه لوحدها كمان. صحيح، احنا في مجموعه واحده في منافستين. صحيح، وان شاء الله ان شاء الله حنكون ضمن الناس، ضمن الفريقين الصاعدين للادوار القادمه. عظيم جدا، عظيم جدا.